السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة رجعنا في فيديو جديد وهو استخدامات غاز النيتروجين. بس قبل كده يا جماعة ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايكات ولو في تعليقات عشان نقدم كل ما هو جديد. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. المحتويات اللي هنتكلم عنها النهاردة: 1 النيتروجين، 2 النيتروجين السائل، 3 استخدامات النيتروجين. النقطة الأولى: النيتروجين يعد غاز النيتروجين غازا لا لون له ولا طعم ولا رائحة، ورمزه الكيميائي هو N وعدده الذري 7، ويحتوي على 5 إلكترونات في غلافه الخارجي، وهو غاز غير نشط كيميائيا ولا يميل إلى التفاعل مع العناصر الأخرى وغير قابل للاشتعال وصعب الذوبان في الماء. يعد من اللافذ للذات كما يوجد في الطبيعة على شكل غاز في درجات الحرارة والضغط القياسيين. ويشكل النيتروجين النسبة الأكبر من الغلاف الجوي للأرض، حيث يشكل النيتروجين نسبة 78% من الهواء المحيط بنا، وهو يوجد عادة على شكل جزيء مكون من ذرتين N2. ويعد النيتروجين أهم جزء في البروتينيات في أجسام الكائنات الحية، فهو يدخل في تركيب الأحماض الأمينية. وتم اكتشاف النيتروجين وعزله على يد طبيب اسكتلندي اسمه دانيال ريزرفورد. النقطة الثانية: النيتروجين السائل. يتحول النيتروجين إلى الحالة السائلة عند درجات حرارة منخفضة جدا، ويعرف وقتها باسم النيتروجين السائل الذي يستخدم في تطبيقات واسعة في الحياة العملية، وهو عبارة عن سائل بلا لون ولا رائحة وكثافته أقل من الماء، ويعرف بأنه من الكيماويات الباردة للغاية. ويجمد هذا السائل بشكل فوري أي شيء عند لمسه، ويؤدي لمسه بواسطة الجلد مباشرة إلى الإصابة بتثليج الأنسجة. لذلك يجب الانتباه عند التعامل معه وارتداء قفازات في اليدين. النقطة الثالثة: استخدامات النيتروجين. لغاز النيتروجين العديد من الاستخدامات في الصناعة والحياة العملية، وهو يستخدم في شكله الغاز والسائل، أو يدخل في إنتاج بعض المركبات الكيماوية المهمة، وفيما يأتي بيان لبعض هذه الاستخدامات. يستخدم غاز النيتروجين في تعبئة إطارات الطائرات وسيارات السباق بسبب خموله الكيميائي وعدم ميله للتفاعل والاحتراق، وبالتالي يقلل خطر الاشتعال بسبب الاحتكاك. يستخدم النيتروجين كمادة أساسية في بعض أنواع الأدوية مثل المضادات الحيوية. يستخدم النيتروجين في صناعة بعض الأجزاء الإلكترونية مثل الصمامات الإلكترونية والديود، وفي تصنيع الفولاذ المقاوم للصدأ الستانلس ستيل لتقويته وزيادة مقاومته للتآكل. يخزن البترول والمواد الأخرى القابلة للاشتعال في الخزانات في جو من النيتروجين. تحضر الأمونيا أو ما يعرف باسم النشاد الـ NH3 عن طريق تفاعل الهايبر بوش، والتي تستخدم في تصنيع الأسمدة ومخصبات التربة وغيرها من الصناعات، وفي تحضير حمض النيتريك الذي يدخل في صناعة المتفجرات. يعد غاز النيتروجين مادة حافظة للأغذية المعلبة أو المغلفة للحفاظ عليها طازجة. يستخدم النيتروجين في شكله الغاز في ملء بعض أنواع المصابيح المتوهجة بدلا من غاز الأرغون كبديل أرخص في السمن. يستخدم النيتروجين السائل في علاج السأليل الجلدية، بينما يعرف بالعلاج بالتبريد، وفي حفظ عينات الأجزاء الحيوية مثل الحيوانات المنوية والبيضات والدم بالتجميد. يستخدم النيتروجين السائل في عمليات صناعة الأغذية لغايات التجميد السريع. تستخدم مادة النترات البوتاسيوم KNO3 في صناعة البارود. يستخدم أكسيد النيتروز N2O أو ما يعرف باسم غاز الضحك كغاز مخدر في بعض العمليات الجراحية وخاصة في طب الأسنان. وبكده يا جماعة يكون الفيديو انتهى معانا النهاردة. ياريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايكات ولو في تعليقات عشان نقدم كل ما هو جديد. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.